الفضيل بن عياض من أئمة التابعين أمضى 40 سنة من حياته وهو معدود في كبار المجرمين، معدود في كبار المجرمين، كان قاطع طريق، وكانت القافلة بكاملها تخاف، إلى أن بلغ 40. وليلة من الليالي أتى إلى بيت، كما ذكر في ترجمة في سير أعلام النبلاء وغيره، أتى إلى بيت يتسور البيت على عادته في إجرامه وعدوانه، يتسور البيت، وهو يتسور البيت إذا بصاحب البيت كان يقرأ القرآن في سورة الحديد، وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمع الفضيل هذه الآية ودخلت قلبه، دخلت قلبه وتأثر من لحظته تأثرا عظيما، وقال في ساعته: بلى. أجاب: ألم يأني؟ قال: بلى، يعني جاء الوقت الذي تخشع فيه القلوب لذكر الله. ونزل وعاهد نفسه أن يهاجر إلى مكة وأن يبقى فيها عابدا لله سبحانه وتعالى إلى أن يموت، وذهب إلى مكة. آية واحدة حولت مساره من إجرام إلى عابد من العباد وصالح من الصالحين. ومن ساعته بدأ يرتب وذهب إلى مكة وبقي فيها عابدا إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وفي مكة يأتي العلماء والمحدثون ويتلقى عنهم العلم ويأخذ عنهم الفقه ويحفظ منهم الأحاديث. ولا تفتح الآن كتابا من كتب التفسير أو كتابا من كتب الفقه أو الحديث أو غيرها إلا وتجد النقول العظيمة عن هذا الإمام. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: آية واحدة غيرت حياته. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في أمراضه، في أسقامه، في مشاكله، ويبدأ يداوي نفسه بالقرآن، يداوي نفسه بالقرآن. مثلا إذا كان الإنسان مبتلى، بعض الناس يشتكي من أنه مثلا نظره يزيغ ونفسه تتطلع للنظر للنساء، وربما يقصد أماكن فيها النساء للنظر ومبتلى بهذا، وتتحرك فيه أمور هو في صراع من نفسه مع نفسه في الخلاص منها. داوي نفسك بالآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يكررها الإنسان ويتأمل فيها ويحاول أن تصل إلى قلبه، إذا وصلت إلى قلبه حصل الشفاء. المشاكل كلها تأتي بسبب عدم وصول القرآن للقلب، إذا وصل القرآن للقلب حصل الشفاء. فيبدأ يجاهد نفسه حتى يصل القرآن إلى قلبه.